احنا في الموسم السابع، انا بتحايل عليهم تقريبا من اول الموسم الرابع او اخر موسم الرابع مش فاكره، ان هم يطلعوا معانا في البرنامج. اتعرفت عليهم وشفت لهم تصميمات كتير قوي، لكن ما كانش ليها علاقه بالفساتين والافراح، كان ليها علاقه بالحاجات الكاجوال او الريدي تو وير، رغم ان تخصصهم الحقيقي في الفساتين وكذا. انبهرت جدا بتصميماتهم، ابتديت اسال عليهم، رحت لهم، وبعدين من كتر ما انا الحاجات عجباني قلت لهم لا انتوا لازم تطلعوا معانا في البرنامج. فلساني دلدل من بقالي 2 موسم بيضحكوا، لحد ما اخيرا ظهروا معانا بثوبهم الجديد. ياسمينه منورانا النهارده، ياسمين الحارس منورانا، تاتيانا جورج منورانا. البراند بتاعنا اسمه تايا كوتور. مظبوط. انت عامله فيها مكسوفه ليه؟ لا لا اوعي، انت برج الميزان. لا لا، ثقه في الاداء، ثقه في اللي انا جاي على راي استاذ محمد رمضان يعني. ها نورنا النهارده. اهلا بيك. و ياسمين وتيتي، تيتي ياسمين وتيتي او تاتيانا محضر لنا مجموعه من الفساتين. ده الكولكشن او المجموعه دي مخصوص ليها وبس. ايوه، اول مره تطلع. اول مره تطلع. يس. وكمان مدين فستان خطوبه هديه. طبعا هنشوف الشغل، شغل المعلم نبدو هيخش علينا دلوقتي. هديه منهم ليكم. اول ارحب بيكم، اقول لكم انتوا نورتونا النهارده. انا اللي مبسوطه قوي ان انا معاكي اخيرا. انت عارفه اخيرا. طيب احكوا لي كده، عايز اعرف احنا بادين من امتى؟ من 2015. يعني 2016، يعني في بداية اخر 2015. اخر 2015 بدانا بايه؟ بسواري. سواري. سواري. يس. ايه اللي خلاكم تتجهوا انت الى... انا عايزه اقول حاجه بس، اول واحده اعمل لها كاجوال كانت لرادو مبدئيا. حبيبي قلبي. واي حد بقى بيسالني بعدك انا بقول معلش يا جماعه سوري، انا ما بعملش غير لرادو بس. اي لاف يو. السوتس اللي انتوا لابسينها دي انتوا طبعا اللي عاملينها اكيد. يس. البدل دي. طيب احنا بقينا شايفين انه الستات والبنات بقت بتلبس بدل زيها زي الرجاله عادي جدا، فعايزه اخد رايكم في الموضوع ده وتعلقوا لي عليه. اوكي اتفضلي. يلا قولي لي ايه رايك في انه بنت بتبقى لابسه بدله، بتبقى لابسه سوت؟ انا شايفه ان البنت تقدر تعمل كل حاجه وتقدر تلبس بدله عادي، وما في، انا لابسه بدله اهو، بنطلون كويس واسع، جاكيت طويل وشكلي حلو. ايه الكاتس او ايه القصات اللي تخلي جسم وشكل البنت حلو؟ يعني انا شايفه تاتيانا لابسه كورساج، البتاع ده ما بيبططش الـ 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 البطن والجناب وكده، ولا بيحصل ايه؟ لا، عشان كورساش هو يعني حاجه حلوه بيعمل في جسم البنت، بيمسك وبتزبط. تاتيانا انت منين عشان بس نقول للجمهور انت منين؟ من روسيا. ايه اللي خلاكي تشاركي ياسمين؟ يعني جت ازاي فكره ان احنا هنعمل خط ازياء ده؟ من جامعه. من جامعه. من وقت الجامعه احنا كنت صحاب من ايام الجامعه. من ايوه من زمان، وكنت حابين نشتغل مع بعض، حابين نعمل بيزنس مع بعض، يعني جت صدفه كده. وايفن من اسمي بتاعنا براند تايا، تي اي تاتيانا، تاتيانا واي ياسمين، وياسمين واي اي. صح كده، فسميناها تايا كوتور. بالزبط. طيب احنا دلوقتي نقدر نبدا نشوف تايا كوتور عامل ايه لمشاهدات وبنات هي وبس، كحاجه اكسكلوسيف يعني. عروسه داخله عليا يا ناس، انا هنزل رجلي بقى واتفرج معاكم. خطير يا جماعه. ده ايه؟ قولي ياسمين، علقي كده ماما بالراحه. ده دريس هاند ميد كله يدوي. يس. وحتى الفلاورز الورود دي كلها احنا اللي عاملينها. واو. وده قماشته يعني. هقوم معلش بقى، انا اسفه. لف يا بنتي، لف لف لف. لا لا لا، عايز اغلط لك. لف 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 الكاميرا، لف الكاميرا. يا خرابي ياسمين، على ما شاء الله على الحلاوه. ايه ده؟ استني يا ماما، استني يا ماما، احنا عايزين نجيب ده. دي قماشته ايه ياسمين؟ ده قماش فيه جلاتر علشان يدي شاين كده لل. ايوه. دي ده ايه؟ ده ايه؟ ده تول. تول. يس. مرسوم عليه يعني. وده بياخد قد ايه وقت؟ وكله هاند ميد. يعني لو عروسه عايزه تعمل الفستان ده؟ انا في العادي باخد 3 شهور قبل الفرح.
3 شهور عشان تتجوز ولا عشان تعمل فستان؟ عشان تعمل فستان. امال هتحضر نفسها انها تتجوز بتاعه الفستان بتبقى كتيره قوي. احنا عشان اصلا نشغله لازم الاول نبقى متاكدين من الفوليوم من المقاس من الحاجات كلها اللي بتتحط قبل ما نحط. ازاي ما ينفعش محجبه؟ ممكن يتقفل محجبه ليه لا؟ ازاي؟ هقول لك. هو الفستان اوكي نبتدي تن تررن تن 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 اسمها ايه داخله السلالم ولا اسمها ايه طالعه السلالم؟ هي بتطلع السلالم ومحدش بيعرف ينزلها من فوق بقى يا حبيبتي. ده كله دايموند قمر هاند ميد يدوي. يس كله يدوي. ممكن نلف للكاميرا بس. لا مش معقول الحلاوه مش معقول الحلاوه. الطرحه دي ايه يا ياسمين معلش؟ ده ايه ده ده شغل يدوي ده؟ شغل يدوي الدايموندز الماز. ها قمر وفي سيلفر في فضي. انا تقريبا كل الدريسز فيها سيلفر وجلوي. ممكن نبص هنا كاميرا 3. ايوه. طب ده ينفع محجبه ازاي بقى؟ يتقفل. يتقفل ازاي حضرتك؟ ما هو لو اتقفل هيخلي الفستان بالك هيخليه معرضها. لا مش هيخليه معرضها عشان احنا هنقفله بطريقه انه في دريس جاي دلوقتي حوريهولك مقفول ينفع محجبه. اوكي هقول لك فيه ازاي قفلناه محجبه. تكلميني على الطرحه كده. الطرحه دي هل دي بتبقى حاجه ضروريه مع الفستان؟ هل الطرحه لسه موضه اصلا ياسمين؟ طبعا لسه. عروسه 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 حتى اللي عروسه وعريس. حتى اللي بيعملوا بس كاتب كتاب بيحبوا يلبسوا طرحه. عارفه هي العروسه طرحه يعني ما بنلبسش طرحه خالص غير في الفرح. صح. شكرا شكرا. الاولى والاخيره هي فعلا حبيبتي بتلبس الطرحه في الفرح وبتلبسها بعد كده ان شاء الله حبيبتي يلا يلا يا رب يا رب. الحمد لله الحمد لله. العروسه لابسه طرحه. يلا اللي بعديه. او بيبي حلوه حلاوه. طبعا مش فاهمين هو هي جايه البنت جايه بس هي علي ياسمين. ده تطريز يدوي برضه؟ كله يدوي كله يدوي. القماشه دي قماشه ايه؟ دي قماشه فيها جلاتر بس واحنا اللي شغلين عليها كله. والديل ايه؟ والديل اورجانزا. هنا عملنا ماكس ما بين الاورجانزا والقماش الجلاتري مع الهاند ميد. بس والطرحه عليها بيرلز لولي. خطيره خطيرة. الطرحة باينة معانا يا جماعة ولا مستر دايركتور أول ما باين الطرحة؟ الطرحة باينة. ومعلش يا ياسمين أنتي بتبقي بتعملي بمقاسات ستاندرد مقاسات فيكست ولا حسب يعني بتاخدي المقاسات بتاعة العروسة توسعي من هنا تضيقي من هنا تعملي هنا علشان خاطر الفستان يلم؟ بصي هو مبدئيا اي عروسه بيتعمل لها الفستان بتاعها كاستمايز من الاول. حلو. الحاجات الريدي تو وير بس اللي انا بعمل فيها اكسترا زياده علشان لو حد عايز يشتري الفستان يبقى عندي وسع اوسعه. لو انت بتكلميني على شكل ازاي بصغر الناس طبعا كل جسم مختلف. يعني انا ممكن لو واحده مثلا ما عندهاش ويست قوي ولازم نعمل لها ويست بختار رسومات معينه علشان تخليها عندها كيرفز كده من هنا. اختار سكويرز مثلا على الجنب تبقى جايه بالطريقه دي علشان تصغر معايا الويست. مقاس الصدر بالنسبه لي لو حد مثلا بيلبس كاب كبير لا انا لازم احط له مقاس اصغر شويه علشان ما يديش الحجم. انتي حلوه داخله مكسوفه. انتي مكسوفه. انتي عروسه. انتي عروسه حلوه. Very simple. Simplicity يعني power of beauty. Yeah. يعني بسيط French بشكل lace. بس قمر. ده ال ال الديل اورجانزا. فرنش ليس واورجانزا الديل ودايموند. مشغول وفستان هو فيه مشغول يدوي. اه. حلو قوي 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 قوي. ده ينفع للمحجبات. صح؟ صدقيني كلهم ينفعوا محجبات بس بيتقفلوا. بالطريق بالرسمه. مش بيقفل بس عشان تفيله يعني انا مش بقفله بس كده بالظبط زي ما هي بيطلع برسمه بترسم لفوق. ممكن نعمل الحينك الكولا بينما للشغل حاجات لولي حاجات دايموندز حاجات طب ريدي. هنا انت الغير محجبه ملبسها طرحه المحجبه بتعملي معاها ايه؟ بلبسها طرحه طرحه برضو.
طب معظم الطرح سوري معظم العرايس بيعملوا تربان لورا فبتبقى اوريدي وبيبقى الدريس هاي نك اهو ده مقفول اهو ده مقفول انت قافش ريحي مش هنجوزك بجد ده فستان كده وكده حبيبتي صغيره داخله متضايقه ما تزعليش ده عشان البرنامج بس يعني ده مش كابوس ده يلا يلا الحمد لله حلو قوي ومين فيكم اللي بتصمم احنا الاثنين احنا الاثنين يا سلام طب وفريدي بقى في تصميم فيهم مثلا انت كنت حاسه ان هي انت على حق اكتر من الثاني بصي اصل احنا صحاب ما بتفرقش معانا مين اللي يمشي كلامه عن التاني لا احنا عادي فلكسبل جدا عاجبك خلاص اوكي يلا نشتغله يا سهوله لا المهم في الاخر اتس ديزاين هو الفستان يعني مش مهم لا في 50% 50% من ياسمين وانا لا يعني مهم في الاخر حلو الفستان اطلع حلو حاجه جديده حاجه يعني اللي لقي على شكل الزبونه وحبة الزبونة يعني بس مش مهم يعني بيطلع من مين اكتر ولا لا كل الفساتين بتاخد 3 شهور في فساتين اكتر اللي بيبقى عايز بقى هاند ميد او يعني تطريز يدوي تقيل اكتر من 3 شهور فستان ايه القماشه اللي بتلم الجسم القماشه اللي بتلم الجسم هو مفيش قماشه بتلم الجسم في السواري قوي يعني الحاجات دي في الكاجوال الحاجات اللي فيها ليكرا لكن اللي اوكي ده مثلا سامبل جدا ده تول ده تول من تحت كله تول ومن فوق ايه اورجانزا ده دانتل عشان بعيد عنك انت عارفه ان النظر راح ده بس ده صيفي قوي ده بيتش دريس ده على البحر بقى حبايبي البنات اللي بيتجوزوا على البحر ده ينفعهم قوي هو ده مقارنه باللي فات وطبعا ده سامبل قوي بس ده ينفع بحر لانه قصير كمان وينفع الناس اللي بتعمل بس كاتب كتاب ازاي ده بقى ازاي كاتب كتاب هو من تحت قصير كده بتطول البطانه شويه البطانه تمام مش حبيبتي نرجع تاني لموضوعنا إيه انت بتقولي قماشه ما بتلمش الجسم ما فيش قماشه بتلم الجسم في السواري بالنسبه لنا امال ايه ممكن رسمه ايه اللي الرسمه ممكن تكون الرسمه تكون بالطول علشان تديكي رفع شويه الكورساج اللي احنا بنعمله احنا بنعمل كورساج يعني بنخلي اللي بيلبس الفستان مش قادر يتنفس تموت جوه تموت جوه بس يبقى شكلها حلو الفستان بس يبقى شكلها حلو بس يبقى شكلها حلو عكس شخصيتي خالص انتوا عارفيني انا ما اموتش جوه لازم ابقى مرتاحه ايوه مرتاحه ولا يفرق معايا احنا تمام اللي بعده طيب شفنا لك او شفنا لكم كمان لاين تاني احنا ممكن ننزل الصوره دلوقتي قبل ما الفستان التاني يدخل علينا نصبر كده ثانيه واحده محدش بيعبرني ليه يكون بكلم نفسي على الهوا الجمهور قاعد شايفني انا بكلم الكنترول محدش بيكلمني ما بيكلم اهو ده فيلم تامر حسني الجديد في فيلم تامر حسني طبعا تحيه لتامر صديقي العزيز وهنا ضنايا هنا ضنايا بموت فيها حبيبتي واختي انت اللي عامله لهنا الفستان ده انا عامله لكل الدريسز السواري والويدنج اللي في الفيلم كل الفساتين السواري وفستان يعني فرحة. انا عامله لها هي لبست فستان الخطوبه انا اللي كنت عامله لها اوريدي الفستان موجود لا ده فستان الفرح الاخير لما اتجوزوا في الاخر حلو قوي ناس كتير قوي كانت بتسال على فستان هنا في الفرح وكانت بتسال مين اللي عمله عشان كان يعني بنات كتير قوي عاجبهم ممكن تشرحي لنا لا عايزه ارجع تاني للفستان اللي عاملينه فضلكم ده قماشته ايه ده تشول من تحت ومن فوق دانتل وساتان اوكي وهي هنا جميله بيتيت هنا جميله جدا انا بحبها اي حاجه بتلبسها ما شاء الله بتكون حلوه عليه اللي بعده يا جماعه خد منك قد ايه الفستان ده يا اسو خد مني قد ايه اسبوع اشمعنى بقى عشان هنا زاد خمس ايام كمان عشان مغسطه يعني على فكره اي حاجه ليها علاقه بالتصوير احنا بنتبلغ بيها بوقت قليل جدا بس العروسه اولى يا بنت يعني عروسه برضو داخله على جوازه انت عارفه هو اكتر حاجه بتاخد وقت الهاند ميد شغل الفستان بتاع الشغل اليدوي الفستان بتاع هنا ما كانش فيه شغل يدوي فعلشان كده ما خدش مننا وقت يعني. اوكي طيب الفستان داخل علينا
سمر واقفة ورا البتاعة دي، يا الله ايه الوان ايه طب خش طب خش 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 عشان هم سرعوها البنت سرعوها، اوعي اغتوالي براحتك ولا على هوا ولا براحتك، يلا اتفضلي. ده فستان سو سامبل بسيط جدا جدا، اورجانزا ودانتيل برضو فرنش ليس اللي هو دانتيل الفرنساوي، وفي شغل يدوي بس خفيف لولي. ده للناس اللي بتحب الحاجات السامبل. ممكن نلف الكاميرا ثلاثة وهسألك سؤال معلش مش لذيذ. هي البنوتة ما شاء الله جسمها متناسق جدا وما عندهاش جناب خلاص؟ طب هنفترض بقى حضرتك انها عندها جناب، يبقى مش هنعمل الاكستنشن صغيرة كده، هنكبرها شوية ونحاول نبين ان الجنب بس البارت اللي قدام، يعني نجيب الاكستنشن لحد هنا نداري نص الجناب بتاعتها، عشان انت لما تشوفي الفستان تشوفي ان البارت اللي قدام ده بس هو اللي جسمها من تحت. انا ما فهمتش انت قلتي ايه. طب اشرح لك الوصله يعني قصدك دي. اكبر الاكستنشن شويه على قدام. على قدام عشان اداري الكيرفز. الكيرفز لا معلش ثانيه واحده انا هقول والله لا هفهم، انا عايز افهم يعني عايز افهم. انا اذنك ابوس ده كده ثانيه واحده. انت بقى دي الاكستنشن نفسها ممكن نشديها شويه. يس ايوه هتطلعيها كده. يس فداري الحركات. فداري شوف برضو شوف برضو ايه ده الشطاره دي، برافو عليكي انت عجبتيني ايه الشطاره دي برافو. طيب نرجع تاني للفساتين. هل بتحتاجي من العروسه حاجه معينه قبل قمر قوي؟ مش ممكن ده كله هاند ميد، شغل يدوي كله شغل يدوي وشغل يدوي مرسوم، يعني مش قماشة احنا اللي رسمين. طيب يعني رسمين على طول الرسمة دي وبعدين شغلينها. طب ده موديل جاهز دلوقتي، واحدة اتفرجت عليه جت قالت لك طب انا مش عايزة الفستان قط، انا مش عايزة الفتحة اللي في الجنب، او انا عايزة اقصر فستان او اطول فستان اكتر او كذا، حضرتك هتعملي ايه؟ بتعملي يعني ده هل ده جاهز ولا ده فقط للعرض؟ لا ده جاهز وفي زيادات جوه لو عايزه اوسع او اقفل، وممكن اقفل شويه فتحه من جوه في اكسترا سخنه بيقفل بيعمل زي كروزه فوق بعض. مش بتبين فتحه يعني كبيره، وهنقفله من هنا بتول او بنفس القماشه بتاعه الفستان، وهنطلع بالرسومات تبقى طالعه لفوق. كان موجود ده كان ابيض ولا فضي؟ هو جراي شويه يعني صحيح. جراي ما جاليش عامل الوان يعني. لا لا ما جاليش لسه بنظري. ده اشرحي لنا بقى ده ايه حضرتك؟ ده وهي داخله علينا كده دخلت الفتاه المؤدبه. ممكن تدوري الكاميرا ثلاثه كاميرا ثلاثه. ها القماشه اللي تحت ريش، تحسي فيها ريش كده. وفوق برضو شغل يدوي. مش قماشه احنا اللي رسمين الرسمه، هي الكاميرا مش اهي. اوكي جولد جرين ذهبي في اخضر. ده اي بنت عندها كيرفز من تحت تلبس الموديل ده، او حاسه ان هي من هنا عريضه. يس لان هو الموديل الدريس نازل كده، فوات ايفر مين لابسه تحت ما بيبينش هو جسمه ازاي. فهمتك. ده لون فقط ولا انا لو عايزه لون اخر من نفس الموديل حتى تقدري تعملوا لي؟ لا ممكن اعمل لك اي لون طبعا. اوكي ثانك يو حبيبتي. طيب ممكن ندخل التليفونات لياسمين وتاتيانا او تايا كوتشور علشان البنوته اللي عندها خطوبه اللي هي ان شاء الله هتتخطب ان شاء الله، فهم بيهدوها هذا الفستان اللي احنا هنحط التليفون دلوقتي هنا على الشاشه. لو انا النهارده عروسه وعايزه اجي عند حضرتك اعمل الفستان، هل بيكون في طلبات معينه زي انت محتاجه تخسي شويه، الجزمه هتجيبيها منين، مين الكوافير، هتعملي ميك اب ايه، هتعملي شعرك شكله عامل ازاي عشان انا برسم فستان اعرف وافهم، ولا انتوا مالكوش علاقه بالتفاصيل دي؟ لا احنا لينا علاقه بكل التفاصيل دي. انا عايزه اقول لك ان في عرايس بتبعت لنا الشوز اللي هتلبسه، بتاخد راينا في الميك اب ارتست اللي هتحط لها الميك اب اللي هيعملها شعرها. لا انا مش بقول تاخد رايك، انا بقول هل انتوا كمصممين ازياء بيبقى عندكم طلبات معينه من العروسه؟ لا احنا ما بنطلبش. مفيش. لا احنا اهم حاجه ان هي
انا ما ينفعش اجي اقول لها تعالي خسي. حلو. يعني هي البنت عندها قابليه ان هي حابه تخس بتخس. انا دوري ان انا اشوف ايه العيوب اللي في الجسم واداريها وابرز احلم اماكن في جسمها. طب وفريدي خسي طبعا ما خدتي مقاساتها؟ مفيش مشكله. مشكله بتضايق. بضيق انا كده كده ما بركبش شغلي غير قبل الفرح بثلاث اربع ايام. في تخنت عندي اكسترا جو زياده بوصه. ناخد العروسه اللي معانا قبل ما نختم. جنه بحب قوي الاسم ده قوي. ازيك يا جوجو؟ وحشتيني. وانت كمان وحشيني يا جوجو. والله وحشتيني. انا بحبك اكتر. انت عروسه يا جوجو؟ ايه؟ عروسه؟ لا اختي. هتتخطب امتى؟ في شهر 10 ان شاء الله خير. يا رب. يعني يا رب خير. وتايا كوتور بيهديكوا، كوتور بيهديكوا فستان الخطوبه لاختك. الف 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 مبروك. هنوصلكم ببعض. انتوا نورتونا النهارده وانا يعني متشكره قوي ان انتوا لبيتوا الدعوه وجيتوا حقيقه بعد سنه ونص تقريبا او سنتين عشان تيجوا. الحمد لله. انا اللي مبسوطه قوي ان احنا معاكي النهارده. وبس مكسوفين على غير العاده. انا احنا مش كده مع بعض. مش هي دي الشخصيات يا جماعه اللي انا بشوفها في الحقيقه، فانا برضو مستغرباهم. فاهمين يعني احنا على الهوا غير في الحقيقه. الحقيقه انا بشوف حاجات مش كده يا جماعه والله خالص. اولا دي برج الميزان دي معايا. أيوة. والتانيه اصلا الكهرباء دي يعني معاها. فانا في بس يلا يلا اتنورتونا النهارده. ميرسي على الكولكشن او المجموعه من فساتين الزفاف اللي كانت معموله مخصوص لبرنامج هي وبس ولمشاهدات هي وبس. ميرسي على فستان الخطوبه اللي اهدناه للبنوته اللي هتتخطب. You're doing a great job. انتوا عاملين حاجه حلوه. ميرسي. وانا مش بقول الكلام ده عشان انا عارفاكوا، لكن انا بقول الكلام ده لان ده الفيدباك او رد الفعل بتاع الناس الطبيعيين قبل ما يكونوا سيلبرتيز او ناس مشهوره. كيب ات اب. حلو قوي انه يبقى في مصممات ازياء بيحاولوا دايما ان هم يشتغلوا، يحاولوا يجتهدوا، يحاولوا يفكروا خارج الصندوق عشان يعملوا حاجه سواء كان بدل او فساتين بهذا الشكل. ميرسي. نورتونا. ميرسي لتايا كوتور. مشاهداتي عزيزات وبناتي الحبيبات، فاصل قصير جدا ونرجع لكم من هي وبس.